بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة دايما أنا بستغرب جدا من بعض من لا يشجع النادي الأهلي. ليه بستغرب؟ لأنه إذا كان عند حضرتك مشكلة فما تصدرليش أنا المشكلة. مش عشان عند حضرتك مشكلة ومش عارف تحلها فتيجي تقول أصل الأهلي عنده مشكلة وعبد الله السعيد وأصل الصفاقسي وأصل مش عارف إيه وأصل كذا. الكلام اللي حضراتكم عارفينه أو اللي بيدور خلال الأيام السابقة، إذا كان أنا عندي مشكلة أنا هحاول أحلها، إحنا النادي الأهلي كده. لو عندي أنا مشكلة أو لو عندي قضية بحاول إن أنا أستعيد فيها أموال النادي الأهلي، وده حق مشروع جدا جدا للنادي الأهلي، هفضل وراها لغاية لما أجيب آخرها. هو ده النادي الأهلي وهو ده اللي إحنا بنتعلمه في النادي الأهلي. لكن مش معنى إن أنت عندك مشكلة ومش عارف تحلها وجي قضية أو جت الحكم في قضية ضدك إن حضرتك عايز تصدر المشاكل للنادي الأهلي. أنا عارف كويس جدا إن النادي الأهلي هو الأكبر وهو كذا وهو كذا وهو كذا، واللي الناس كلها دايما عايزة تحط اسم النادي الأهلي في أي موضوع علشان الموضوع يكبر 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 يكبر. طب ما المشكلة، في مشكلة لبعض الأندية خلال الأيام السابقة ومحدش بيتكلم عليها، يعني شوية كلمتين واقفل الموضوع. لكن لما تيجي الموضوع في النادي الأهلي، على الرغم من النادي الأهلي ما عندوش مشكلة، وأنا هشرح لحضراتكم دلوقتي موضوع عبد الله السعيد من الألف للياء، من الألف للياء، الحاجات اللي حضراتكم ما بتسمعوهاش في أي حتة هتسمعوها هنا من خلال ملعب الأهلي. فإذا كان أنا النادي الأهلي البعض بيعتقد إن عنده مشكلة، حتى لو عندنا مشكلة هنحاول نحلها. هنفضل مجلس إدارة النادي الأهلي هيفضل ورا حقوق الجمعية العمومية وجمهور النادي الأهلي لغاية آخر لحظة وآخر وقت. هو ده اللي بنتعلمه دايما، أو اللي الناس بتعلمه لنا، أو كل الإدارات من 1907 ولغاية دلوقتي الناس بتتعلمه في النادي الأهلي. عمرنا ما بنصدر مشكلتنا لحد، عمرنا ما بنبقى عايزين نقفل على مشكلة فبنروح نبعت المشكلة دي عند فلان الفلان. وليه حضرتك بتعمل كده؟ خليك في ناديك وخليك في مشكلتك وخليك في حلولك، وظبط انت نفسك. حاول تشوف الفلوس اللي عليك هتدفعها ازاي لو عليك فلوس، او حاول تشوف الدنيا ماشية ازاي علشان تبعد عننا، ابعد عن النادي الاهلي. لان كل ما بيحصل حاجة يقولك اصل النادي الاهلي عنده مشكلة.